خبر مهم جدا، وهو كان من نشاط السيد الرئيس بالأمس، حيث تابع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للأحياء والمدن. ووجه الرئيس الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، والتي يؤدي تراكمها إلى ازدحام الشوارع، فضلا عن تصفية مقابر السيارات وتصنيف ما يمكن إعادة الاستفادة منه أو إحالته إلى التكهين والتخريب، وذلك بالتكامل مع جهود الدولة في مجال تطوير الطرق والمحاور والتنسيق الحضاري للمحافظات. ووجه الرئيس بقيام كافة الوزارات والهيئات الحكومية بحصر ما لديها من مركبات ومراجعة صلاحيتها، مع التخلص من السيارات المتهلكة وغير الصالحة للاستعمال. ليه بقى يعني الموضوع ده؟ هقول لحضرتك حاجة. الموضوع ده أمنيا اتكلمنا فيه قبل كده صحيح، وقلنا انه العربيات دي والسيارات دي وممكن بيستعملوها الإرهابيين وبيحطوا فيها الحاجات المفخخة. لكن اسمح لي أقول انه تم الاهتمام في فترة ما ورجعت الظاهرة تاني. عادتنا. وانا يعني الريس بيتدخل للمره الثانيه وفي ازدحام، وتلاقي ما فيش ركنه لان عربيات ناس راكنه عربيات قديمه وما بيستعملوهاش، والكاوتش واقع وكل حاجه. انا اللي عايز اساله، اين المحليات؟ اين رؤساء الاحياء؟ اين المسؤولين؟ الجهات المعنيه بقى. في الجهات المعنيه كذا مره بنقول ولا يحدث شيء. يعني للاسف شوفي، هو الرئيس او الدوله عملت حاجه في السنين اللي فاتت في الخطوه مهمه جدا، وهي امكانيه ان الناس تغير العربيات القديمه بتاعتها تستبدلها، امكانيات تغيير التاكسيات القديمه بعربيات جديده. الحقيقه دي كلها كانت خطوات في الاتجاه ده. للاسف لا محليات ولا غيره النهارده بيتحرك الا لما يجي توجيه رئاسي. هو المحافظين شغلتهم ايه؟ رؤساء الاحياء شغلتهم ايه؟ ده في متابعه ميدانيه في المحافظات وفي الاحياء، دول بيعملوا ايه؟ ومش كده وبس، حضرتك العربيات القديمه ولازم تتشال، في عندك حاجات كتير لازم تتعمل، في حاجات كتير لازم تتعمل. بصي على الميكروباصات اللي موجوده النهارده بتقف ازاي وفين، وهي معظم كانت الاول داخل المدينه، النهارده في الطرق الرئيسيه النهارده هي اللي عامله تعطيل المرور. صحيح. بصي على الاماكن اللي انا شايف ان تحولت المناطق اللي حواليها لحاجه مش ادميه خالص. كل المستشفيات بص عليها، بص على معهد القلب، بص على مستشفى الموظفين، بصي على مستشفى السرطان، بص على الاماكن دي. في ناس كتير من اهلنا الغلابه اللي بيجوا من الصعيد ومن بحري، هتلاقيهم بالليل في البرد ده فرشين في الطرق ونايمين. والمشكله مش في كده بس، والدولة عارفة الكلام ده، ان بقت فيه ناس بلطجية يديكي بيأجر لك زي السجون كده، المتر بقد كده، معكيش بطانية بديك بطانية بقد كده يحميكي، اللي هو الأمن بيعمل أمن كمان هو يعني. الكلام ده كلام، فإذا كنا احنا بندور الحقيقة على سيولة الشارع فمن باب أولى احنا ندور على إنسانية البني آدم المصري. مهم جدا، وبرضه نرجع تاني بالجانب المجهود المفتقد اللي ما بيتعملش كتير. هم بيشتغلوا، الأحياء بتشتغل، لكن مش بالشكل المناسب والأكثر إخلاصا وأمانة. احنا عاوزين زيادة على كده برضه نرجع تاني. لا معلش معلش يا دكتور سعد، أنا أقف معك في النقطة دي. فضل. أنا شايف إن الأحياء ما بتشتغلش. هم شو يعني 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 هي احنا مشكلتنا الكبيرة في المحليات الأحياء. نعم. في كل المناطق. نعم. مش نعم. بس مناطق شعبية ومناطق راقية وكل حاجة، تراخيص بتتاخد غلط، حاجات كتيرة بتمشي بقى، كلنا عارفين ازاي. نعم. احنا مشكلتنا مشكلة احنا. طب انا هقولك على حاجة، معلش حاجة انا اقولها حاجة ظاهرة بسيطة جدا لكن قدام الناس واي حد ماشي على المحور. المنطقة اللي من بعد الدائري لبنان، لبنان تقريبا 24 ساعة مرمية زبالة فيها، ده طريق رئيس الوزراء. قبل ما بيجي بساعة بتلاقي المكان نظيف جدا. قبل ما بيرجع بساعة بتلاقي مكان نظيف جدا. أنا مش عاوز يبقى الحكاية كده. أنت عندك شوف الناس مشاكلها إيه اللي جوه وحلها. ده أنا بقولك على 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 حاجة مخزية الحقيقة، إنك تعدي في المكان ده وتقريبا هو من أهم الشوارع في الجيزة ويبقى بالطريقة دي. إذا إحنا بنقول إيه؟ بنقول أنت يلزم حاجتين، إنك تعملي اللي عليك، الحاجة التانية إن يبقى في نوع من الوعي، ويبقى المرحلة التالتة في عقاب. وانت في اماكن زي دي اللي فيها زباله ولا فيها ده ولا فيها ده، انت كحي بتقول انا ما انا بعمل اللي عليا. طيب ماشي، الناس سلوكها مش جيد، حط كاميرات، حط ناس، ودي في البدايه ادي غرامات، الناس هتلتزم.
لان الثقافه دي هي ثقافتني. فانا متصور ان اللي احنا عاوزين برضه هقول لك يعني، وانا سمعت ان في حركه محافظين قريب، احنا عاوزين محافظين تشتغل مش بهوات قاعدين في المكاتب وقافلين عليهم. انا نادر لما تلاقي محافظ في جوله في الشارع، ربما بسيط يعني، لكن ما بتشوفيش. واحنا وانا بصفه شخصيه كتبت اكتر من مره لحتى المحافظين بتاع الجيزه، ولا انزل شوف الناس، انزل شوف الحكايه ايه، انزل شوف المرور في الحته دي زحمه ليه، وهات مدير المرور وقف معاه واسال الناس. لان برضو في قضيه مشكله عندنا، تفاجئ ان بالحي او غير الحي بيعدل في شوارع، بيعدل في ارصفه، بيعدل في حاجات من غير ما يسال الناس اللي موجوده. يا جماعه فقه الكتاب اللي بيتعمل وانت قاعد غير فقه الواقع. اقعد مع الناس يا جماعه، احنا الميدان ده هنغيره، هنعمل فيه اتجاه كذا. بتاع المرور حبيب عنده رؤية فنية، لكن احنا اللي موجودين في المنطقة هنقول لك لو جيت من هنا هتقفل هنا. وده حاصل على فكرة في اماكن كتير. انا اتمنى ان المحليات ينفتحوا، وياريت يبقى فيه نظام جديد. ليه ما يتعملش في كل حي بديل عن المجالس المحلية، مجموعة من الناس اللي ساكنة في المكان؟ لو عاوز تعدل في الارصفة، في الكهرباء، في وسائل النظافة، في ادواتك، هات الناس دي وقعد معايا رئيس الحي، مش تخسر حاجه، بالعكس، عشان تضمن ان شغل اتعمل كويس ويبقى في سند ليك وانت بتشتغل. على الاقل على الاقل يعني لو احنا بنتكلم على السيارات دلوقتي، الموضه مش موضه، هي بقالها شويه، كل واحد اي محل اي حد حاطط لك قدامه حديد. نعم. عشان الحته دي بتاعتي. طب يعني انت على اي اساس عملت كده يعني؟ يعني في حاجات كتيره غلط بالنسبه لموضوع السيارات ده عامه، ومتسابة ومتشافة ومتسابة. نعم. يعني فاعتقد ان محتاجه شده وصرامه. عاوز شوفي رقم واحد، شوفي رشا، لما بيبقى رقم واحد، وده هارفرد اللي اعظم حاجه في الدنيا كتبت في الاداره، اي مؤسسه بيتصبغ ثقافتها برقم واحد. اذا رقم واحد ملتزم وبيشتغل باخلاص هتلاقي بقيه الناس ملتزمه، اذا هو مش ملتزم بتلاقي بقيه الناس متسيبه. فانت عندك هاتي رقم واحد في كل محافظه، في المحليات يبقى محافظ بتاع الشغل مش بتاع مكاتب، هيجيب رؤساء احياء او هيتدخل حتى في اختيارات رؤساء الاحياء بشكل افضل، ورؤساء الاحياء هيشغلوا الناس. لكن هي كل ده، كل دول تحولوا الى اعمال اداريه في المكاتب، وده لا يمكن يضمن نجاح. طيب الرئيس امبارح كان نشاطه كبير جدا. نعم. واجتماعاته كتيره. ايضا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه اجتمع امس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وجمال عوض رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنه اعداد مشروع قانون الاحوال الشخصيه. ده برضو بالنسبه هذا الاجتماع كان علشان عرض التطور التقني للهيئه القومية للتأمين الاجتماعي وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها، خاصة الشهر العقاري والمحاكم والطب الشرعي ومصلحة الخبراء. ده التشبيك اللي احنا قلنا عليه قبل كده. لا الرقمنة بقى كمان بقى يعني. هو بيشبك بقى، انت النهاردة عندك قاعدة معلومات جيدة صرفت عليها مليارات الحقيقة. صحيح. ايه الفايدة؟ الفايدة الحقيقة خلال الفترة اللي فاتت شفناها في الداخلية. في الداخلية تطورت بشكل جداً كبير جدا، بتعمل حاجات حقيقي كويسة يعني. خالص فعلا حقيقي. نوجة المعلومات قطاع عامل شغل كويس جدا في كل قطاعات الوزارة. والمرور والله. ما هو التكنولوجيا بتعمل بقى في المرور، في الأحوال المدنية، عاملين شغل في الجوازات، عاملين شغل كويس الحقيقة. الرئيس هنا لما بيجيب المسؤول عن إعادة صياغة القانون اللي هو المستشار عبد الرحمن، أما بيجيب هيئة التأمينات اللي هي تقريبا هتبقى هي الموكلة هي عندها بيانات مين مطلق ومين لأحوال الدنيا فيها ايه، ويجيب وزير العدل اللي هو عنده محاكم الاسره. انا بعتقد الكلام ده نوع من التشبيك احنا بنفتقد ليه، لان احنا مشكلتنا في مصر يا رشا العمل الجماعي مساله صعبه بالنسبه لنا. الوزارات كلها بتشتغل، لكن كل واحد بيشتغل مع نفسه. يعني وزاره العدل بتحسن جدا في الشهر العقاري وفي المحاكم الاسره وفي المحاكم حتى، لكن انت بتشتغل لوحدك. انت محتاجه بقى وزاره التكنولوجيا معلومات علشان تعمل لك تديك طرف المعلومات تشتغلي بيه، قاعده معلومات تشتغلي بيه. انت محتاجه لما يطلع حكم لحد وعاوز يصرف او قبل الحكم، فانت محتاجه الصندوق اللي يتعمل اللي احتمال يبقى تبع ده دور وزاره الاتصالات مثلا. كل وزاره من الوزارات دي عندها حاجه. لو ما كانش الرئيس يقعد يشبك الناس دي، الناس دي كل واحد بيشتغل مع نفسه. انا اتمنى ثقافه العمل الجماعي
ترجع تاني لينا. ودي مش هتبقى لا الرئيس هيقدر ولا الحكومة تقدر، دي مرتبطة بسلوك ناس، نرجع نربي ولادنا تاني جيل جديد على ازاي العمل يبقى عمل جماعي زي ما كانوا بيعملوا معانا زمان واحنا في ابتدائي. في حاجات كانت بتتعمل في المعمل او في الحصتين اللي بتوع الزراعه بتوع مش عارف التدبير المنزلي، حاجات زي كده ان احنا نشتغل مع بعض. الكلام ده مهم جدا، ده مش موجود. فالحقيقه الرئيس بيحاول قدر الامكان يزرع ثقافه العمل الجماعي والتشبيك والاستفاده من اللي اتصرف في البنيه الاساسيه. عملت بنيه اساسيه اتكلفت كتير جدا، والنهارده بتعملي صندوق بيتكلف كتير جدا، وبتعملي اعاده صياغه، دي كلها في البنيه الاساسيه. حتى القانون الجديد يعتبر من الحاجات اللي في البنيه الاساسيه للنهوض بقطاع معين.